وعشية أحياء اليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري فيما يلي نصها: أيتها المواطنات، أيها المواطنون، يأتي احتفاؤنا باليوم الوطني للمجاهد، والجزائر اليوم تعيش سنة الاحتفاء بالذكرى 60 لاستعادة السيادة الوطنية في عهد تسخير المقدرات والثروات الوطنية لخدمة الشعب الجزائري الذي يتطلع إلى أن يرى جزائر شهداء قوية بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية، فخورة بأمجادها عبر الحقب التاريخية وما سجله لها التاريخ من تضحية محفوظة في ذاكرة الجماعية التي يقع على عاتقنا واجب صونها، ويتعين علينا السهر على حمايتها من مكر أولئك الذين ما زالوا يجرون وراءهم منذ عقود حقدهم على انتصار الجزائر المستقلة السيدة وبطولات خالدة وما الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام في 20 أوت 1955 و20 أوت 1956 إلا شواهد على مآثر جيل من الوطنيين الأحرار رسم للجزائر مصيرها وأورث شعبها قيم الحرية والشموخ. إننا ونحن نحيي ونحتفي باليوم الوطني للمجاهد نحيي في هذه السانحة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي شهد معه الشعب الجزائري في 5 من جويلية الماضي لحظة من لحظات الاعتزاز بإنجازاته الوطنية من خلال مشهد بهيج يعبر عن وفاء الأمة للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إنكم الجيش الوطني الأصيل تدركون مدى ما ينتظرنا جميعا على طريق الصعود بالجزائر إلى المكانة الجديرة بها، وتلمسون في الميدان وتلمسون في الميدان الجهود المبذولة والخطوات المحققة لتدارك الوقت المهدور واستعادة الموارد التي استباحها الفاسدون وعبثوا بها من أجل وضع البلاد من خلال ما تعهدنا به أمام الشعب على عتبة الانطلاق نحو ديناميكية تنموية تطلق المبادرات وتحرر الطاقات ليعلو فيها الحق ويسود فيها الإنصاف. وإنني أكرر بهذه المناسبة الوطنية الخالدة أنه لا مكان في الجزائر التي نبنيها معا للممارسات التي أضرت بثقة الشعب في مؤسسات الدولة، وأن القانون فيها يردع كل من يجرؤ على حرمة أموال الشعب أو يسيء لضوابط شرف الانتماء إليها. وفي ذات الوقت فإن الأبواب مشرعة أمام كل طموحات وتطلعات للكسب في مناخ نظيف وشفاف وفي إطار ما وفرته الدولة من الحوافز والتشجيعات لخلق الثروة ومناصب الشغل. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إذا كانت أيامنا التاريخية كلها مدعاة للاعتزاز ومنها هجومات الشمال القسنطيني بقيادة الشهيد البطل زغود يوسف ورفاقه الصناديد في 20 أوت 1955 وانعقاد مؤتمر الصمام بإفري أوزلاغن على ضفاف وادي الصمام في 20 أوت 1956، فإن وفاءنا لشهداء الأبرار ورسالتهم الخالدة يدعونا إلى السير على نهجهم لبناء الجزائر اليوم القادرة على مواجهة تحديات الأوضاع في محيطها الإقليمي وجزائر الغد المواكبة لتحولات على الصعيد الدولي. وفي الأخير أتوجه بالتحية والتقدير للأخوات المجاهدات والأخوة المجاهدين، متعهم الله بالصحة وطول العمر، وأترحم معهم على أرواح شهدائنا الأبرار وعلى من سيفهم من رفاقهم وعلى من سبقهم من رفاقهم المجاهدين إلى جنة الخلد إن شاء الله. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.